وسهلا فيكم اصدقائي، رجعنا لكم بحلقه جديده ومعلومات جديده. مثل ما بتعرفوا اخيرا وصلنا لنهار الخميس، وانا وياكم وصديقتنا حليمه نجمه الاسبوع رح نعرف مين الرابح معنا لليوم. اصدقائي، الرابح هو اكثر حدا من الاصدقاء شاركنا واتصل فينا رح يحصل على هديه مقدمه من فيرمونت الفجيره، وهي قضاء يوم كامل لاربع اشخاص، اثنين كبار واثنين صغار، بقيمه 1300 درهم. واكيد خلال هذا اليوم تقدر تستمتعوا بكل النشاطات مثل ملاهي اكوا باوندز، لافا بيتش كلوب، ورده المطاعم، وكمان ليتل سيلور للأطفال. مثل ما بتعرفوا أصدقائي، كل المطلوب منكم تكتبوا اتصالاتكم وتشاركوني إجاباتكم لحتى تكونوا من بين الرابحين تدخلوا معنا السحب للجائزة اللي رح نقدم لكم إياها نهار الخميس القادم. رح نعرف ريمبو شو مخبي لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي وقف عند اللون البنفسجي، وهاللون بيقول سمكة معظمها مفترس وبعضها غير مفترس، وهي بعكس الأسماك العادية حيث أنها لا تمتلك هيكلا عظميا وإنما لديها هيكل غضروفي. تنمو لديها آلاف الأسنان في السنة الواحدة، كما أن لها أيضا أسنان صغيرة جدا على معظم أجزاء جلدها. لديها حواس سمع وشم وبصر قوية جدا. أصدقائي، سؤالنا بيقول ما هي السمكة المفترسة التي تملك آلاف الأسنان في فمها وجلدها ولديها حواس قوية؟ رح ارجع كرر عليكم بعض المعلومات اللي بيقدم لنا اياها اللون البنفسجي. سمكة معظمها مفترس وبعضها غير مفترس، وهي بعكس الاسماك العادية حيث انها لا تمتلك هيكلا عظميا وانما لديها هيكل غضروفي. تنمو لديها الاف الاسنان في السنة الواحدة، كما ان لها ايضا اسنان صغيرة جدا على معظم اجزاء جلدها. لديها حواس سمع وشم وبصر قوية. ما هي السمكة المفترسة التي تملك الاف الاسنان في فمها وجلدها ولديها حواس قوية؟ رح نعرف مين أول أصدقاء المشتركين معنا لليوم، ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو 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 ألو، مين معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ فاطمة. أهلا وسهلا فيكي فاطمة، كيفك اليوم؟ الحمد لله طيبة. الحمد لله، إن شاء الله دايما تكوني بألف خير. خبريني، عرفتي شو الجواب؟ أيوة. شو؟ القرش. متأكدة؟ ايوه. شكرا لك فاطمه، اخذت اجابتك يا صديقتي سمكه القرش. يا ترى مين لسه من الاصدقاء رح يشاركنا اجاباته؟ اصدقائي فكروا كثير منيح وكتبوا اتصالاتكم على الرقم الموجود قدامكم لتكون فرصتكم اكبر تدخلوا معنا السحب نهار الخميس القادم وتكونوا من بين الرابحين. اللون البنفسجي يا اصدقائي كان بيقول ما هي السمكه المفترسه التي تملك الاف الاسنان في فمها وجلدها ولديها حواس قوية؟ اتصال جديد ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ سارة الأمين. أهلا وسهلا فيك سارة، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني عرفتي شو الجواب؟ القرش. متأكدة؟ متأكدة. عادي وقف. شو؟ في حدا رح يشارك؟ عادي أخوي يشارك؟ أكيد طبعا عادي. ألو. مرحبا علي، صح؟ مؤيد. مؤيد، أهلا وسهلا فيك، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني مؤيد شو جوابك؟ القرد. طيب اللي في حدا ساعدك سارة ولا أنت لحالك عرفت؟ لحالك. برافو عليك، شكرا لكم سارة ومؤيد، أخذت إجاباتكم يا أصدقائي. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو. أهلا ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ لجين. أهلا وسهلا، كيفك لجين؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني عرفتي شو الجواب؟ اه. شو؟ القرش. طب قولي لي في حدا عم يساعدك ولا انت بتعرفي؟ انا كنت بعرف. برافو عليكي، شكرا لمشاركتك صديقتي الجين، اخذت اجابتك، ان شاء الله تكون صحيحه وتكوني من بين الرابحين معنا يا اصدقائي. رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مين معي؟ هديل. اهلا وسهلا فيكي هديل، خبريني شو الجواب؟ سمكة القرش. طب قولي لي في حدا ساعدك ولا كمان انت لحالك بتعرفي؟ أنا لحالي. برافو عليكم أصدقائي المجتهدين، كتير اليوم كل المعلومات تعرفوها لحالكم. شكرا أكيد لمشاركتكم الدائمة معنا، فكروا كتير منيح وشاركوني إجاباتكم وكتبوا اتصالاتكم على الرقم الموجود قدامكم. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو
ألو. مرحبا، مين معي؟ فاطمة. أهلا وسهلا فيك فاطمة، كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. خبريني، عرفتي شو الجواب؟ أيوة. شو؟ سمكة القرش. متأكدة؟ متأكدة. شكرا لك فاطمة، أخذت إجابتك. أصدقائي كل الإجابات لحد هلأ كانت موحدة، سمكة القرش، يا ترى صح أو خطأ؟ أكيد رح نقدر نعرف ما نهاية الوقت المخصص لهذا السؤال، وأنتم كل المطلوب منكم تستغلوا هذا الوقت، تستفيدوا منه وتشاركوني إجاباتكم على الرقم الموجود قدامكم. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ مآب. أهلا وسهلا صديقتي مآب، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني شو الجواب؟ قرش. متأكدة؟ آه. في حدا كمان رح يشارك؟ لا. طيب شكراً لك مآب، أخذت إجابتك يا صديقتي القرش. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو. ألو. أهلا وسهلا دانيا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني عرفتي الجواب؟ القرش. في حدا ساعدك ولا أنت بتعرفي؟ أنا بعرف. شكراً لك دانيا، أخذت إجابتك يا صديقتي. رح أرجع أصدقائي كرر عليكم اللون البنفسجي، كان بيقول ما هي السمكة المفترسة التي تملك آلاف الأسنان في فمها وجلدها ولديها حواس قوية؟ فكروا كتير منيح. رح ناخد اتصال جديد ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ منصور. أهلا وسهلا فيك منصور، كيفك اليوم؟ بخير الحمد لله. خبرني شو جوابك؟ قرش، سمكة القرش. متأكد صح؟ متأكد. شكرا لك منصور، أخذت إجابتك، إن شاء الله تكون صحيحة وتكون بين الرابحين معنا. رح ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ نورة عصام. أهلا وسهلا فيك نورة، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني شو جوابك؟ القرش. طب قولي لي نورة، في حدا ساعدك؟ آه. مين؟ أمي. شكرا للماما وشكرا لمشاركتك وحماسك الدائم يا صديقتي نورة. يا ترى مين لسه رح يعرف الجواب؟ اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ رنيم. أهلا وسهلا فيك رنيم، خبريني عرفتي الجواب؟ إيه. شو؟ سمكة القرش. شكرا لك يا صديقتي، أنت كنت آخر الأصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال، وبدأ العد التنازلي أصدقائي. للأسف انتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هي السمكة المفترسة التي تملك آلاف الأسنان في فمها وجلدها ولديها حواس قوية؟ والجواب صح، سمكة القرش. ألف مبروك لكل الأصدقاء اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة، ورح نعرف ريمبو شو مخبي كمان لليوم، ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي كمان مرة وقف عند اللون البنفسجي، بس هالمرة أكيد المعلومات والسؤال غير. رح خبركن أصدقائي، اللون البنفسجي بيقول نبات متسلق معمر يتسلق ويتشبث على أشجار البلوط والسنديان والبطم والغار، وهو يتسلق بواسطة الزوائد الشوكية والأوراق المرافقة، وأوراقه تشبه شكل القلب. وأما الأزهار فإن الواحدة منها تحتوي على 4 بتلات و6 أسدية، وهو نبات شائك جداً وأزهاره صغيرة لونها أبيض مصفر. سؤالنا أصدقائي، ما اسم النبات المتسلق الذي يتشبث بواسطة شوكه أشواكه على الأشجار؟ رح أرجع أكرر عليكم شوية معلومات عن هالنبات. هو نبات متسلق معمر يتسلق ويتشبث على أشجار البلوط والسنديان والبطم والغار، وهو يتسلق بواسطة الزوائد الشوكية والأوراق المرافقة، وأوراقه تشبه شكل القلب. وأما الأزهار فإن الواحدة منها تحتوي على 4 بتلات و6 أزدية، وهو نبات شائك جداً وأزهاره صغيرة لونها أبيض مصفر. ما اسم النبات المتسلق الذي يتشبث بواسطة أشواكه على الأشجار؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ محمد. أهلا وسهلا فيك محمد، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبرني شو الجواب، عرفته؟ صنوبر. صبار. صبار. صبار؟ أيوه. متأكد؟ نعم. طب محمد أنا رح أخذ إجابتك، بس لازم خبرك يا صديقي إنه نحن بعنا ببداية الوقت، فأكيد إذا بتحب تغير جوابك تقدر ترجع تتواصل معنا. اتصال جديد ومنقول ألو. 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 مرحبا، مين معي؟ نورة عصام. أهلا وسهلا فيك نورة، خبريني شو جوابك؟ نبات الصبار. متأكدة؟ متأكدة. طيب
أنا رح أخذ إجابتك، بس أكيد مثل ما خبرت محمد تقدروا تفكروا كتير منيح يا أصدقائي وتشاركوني، وإذا ما كنتم متأكدين من المعلومة أكيد بتقدروا تطلبوا المساعدة وتسألوا جوجل. فكروا كتير منيح أصدقائي، سؤالنا كان بيقول ما اسم النبات المتسلق الذي يتشبث بواسطة أشواكه على الأشجار؟ فكروا كتير منيح وشاركوني إجاباتكم. اتصال جديد ونقول ألو. مرحبا، مين معي؟ ساجي قولي. أهلا وسهلا فيك ساجي، كيفك؟ تمام الحمد لله. خبرني شو الجواب؟ أبلاك. ما سمعت شو؟ التعبير. ساجي ما سمعت إجابتك، ممكن تخبرني جوابك بس وبعدين باخذ من محمد الجواب؟ أبلاك. أوكي تمام، سمعت الجواب. خليني لك أنا أحكي مع محمد. هلا. مرحبا محمد، كيفك؟ ليه؟ الحمد لله. خبرني شو جوابك؟ اللبلاب. اللبلاب. رح أخذ إجاباتكم أصدقائي ساجي ومحمد. صار عندنا هيك يا أصدقائي إجابتين، الصبار واللبلاب. يا ترى صح أو خطأ؟ أكيد رح نعرف مع نهاية الوقت، بس معك أصدقائي فكروا كتير منيح وشاركوني، حتى لو كانت إجاباتكم مختلفة أكيد نقدر نجاوب. أصدقائي، اللون البنفسجي كان بيقول نبات متسلق معمر يتسلق ويتشبث على أشجار البلوط والسنديان والبطم والغار، وهو يتسلق بواسطة الزوائد الشوكية والأوراق المرافقة. أوراقه تشبه شكل القلب، وأما الأزهار فإن الواحدة منها تحتوي على 4 بتلات و6 أزدية، وهو نبات شائك جدا وأزهاره صغيرة لونها أبيض مصفر. ما اسم النبات المتسلق الذي يتشبث بواسطة أشواكه على الأشجار؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي. رح ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ سليمان الأمين. أهلا وسهلا فيك سليمان، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبرني شو جوابك؟ اللبلاب. متأكد؟ شو؟ متأكد. طب رح أخذ إجابتك صديقي سليمان، إن شاء الله تكون صحيحة وتكون من بين الرابحين. يا ترى يا أصدقائي شو الجواب الصحيح؟ الصبار أو اللبلاب؟ أو كمان في إجابة ثالثة أنتم يمكن ما بتعرفوها. فكروا كتير منيح وشاركوني إجاباتكم وكتبوا اتصالاتكم. رح نأخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ ريم راشد من الفجيرة. أهلا وسهلا فيك ريم، من وين ما كنت عم تحكينا؟ خبريني يا صديقتي قد عمرك؟ عمري 10 سنوات. العمر كله. طيب ريم، عرفتي شو الجواب؟ إيه، اللبلاب. متأكدة؟ إيه. طب أنا رح أخذ إجابتك صديقتي ريم، أكيد لتعرفي إذا جوابك صح أو خطأ. لازم تكملي معنا الوقت المخصص لهذا السؤال، وأنا وريمبو بنتمنى تكوني صديقتنا الدائمة. يا ترى مين لسه رح يعرف الجواب يا أصدقائي؟ رح نأخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ عبد الرحمن. أهلا وسهلا فيك عبد الرحمن، خبرني عرفت الجواب؟ أيوة، اللبلاب. متأكد؟ أيوة. شكرا لك عبد الرحمن، اخذت اجابتك اصدقائي. صار عندنا تنوع بالاجابات، فكروا كثير منيح وشاركوني اجاباتكم لنعرف اذا صح او خطا. كمان اذا كان عندكم اجابات ثانيه لا تنسوا تشاركونا، واذا ما كنتم متاكدين من المعلومه بتقدروا تطلبوا المساعده. اتصال جديد ومنقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ رنيم. اهلا وسهلا فيك رنيم من جديد، خبريني عرفتي الجواب؟ ايه. شو؟ اللبلاب. متاكده؟ ايه. شكرا لك رنيم، رح اخذ إجابتك أصدقائي. رح أكرر عليكم سؤالنا، كان بيقول ما اسم النبات المتسلق الذي يتشبث بواسطة أشواكه على الأشجار؟ فكروا كتير منيح وشاركوني إجاباتكم، ومثل ما خبرتكم إذا ما بتعرفوا المعلومة أكيد بتقدروا تطلبوا المساعدة أو حتى كمان تسألوا جوجل. اتصال جديد ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ منصور. أهلا وسهلا فيك من جديد منصور، خبرني شو الجواب؟ لبلاب. متأكد؟ أوكي. شكرا لك منصور، رح اخذ اجابتك يا صديقي، ان شاء الله تكون صحيحه وتكون بين الرابحين. انت كنت اخر الاصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال، للاسف اصدقائي بدا العد التنازلي وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما اسم النبات المتسلق الذي يتشبث بواسطه اشواكه على الاشجار والجواب نبات العليق. أصدقائي للأسف إجاباتكم ما كانت صحيحة، بس أكيد لسه عندكم فرصة لتشاركوني. ريمبو لسه مخبي كتير معلومات ومفاجآت لليوم، بس بعد هذا البريك. ورجعنا لكم
معكم من جديد أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. أكيد رح نعرف ريمبو شو مخبي، بس قبل ما أقلكم ريمبو شو مخبي لازم أخبركم تكتفوا اتصالاتكم تشاركوني إجاباتكم لتكون فرصتكم أكبر تدخلوا معنا السحب الأسبوع القادم وتكونوا من بين الرابحين. هلأ فينا نعرف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي كمان مرة اليوم وقف عند اللون البنفسجي. رح أخبركم هالمرة شو بيقول. رائدة فضاء سوفيتية متقاعدة تمكنت من الطيران إلى الفضاء الخارجي سنة 1963 ميلادي، وكانت أول امرأة في التاريخ طارت إلى الفضاء والمرأة الوحيدة التي أجرت طيراناً فضائياً منفرداً دون طاقم. من هي رائدة الفضاء السوفيتية الأولى في العالم؟ رح أرجع أكرر عليكم اللون البنفسجي هالمرة. كان بيقول رائدة فضاء سوفيتية متقاعدة تمكنت من الطيران إلى الفضاء الخارجي سنة 1963 ميلادي، وكانت أول امرأة في التاريخ طارت إلى الفضاء والمرأة الوحيدة التي أجرت طيراناً فضائياً منفرداً دون طاقم. من هي رائدة الفضاء السوفيتية الأولى في العالم؟ كتبوا اتصالاتكم يا أصدقائي، ومثل ما بتعرفوا إذا ما كنتوا بتعرفوا المعلومة أكيد تقدروا تطلبوا المساعدة وتشاركونا. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ حمود. أهلا وسهلا فيك صديقي، كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. خبرني شو الجواب؟ فالنتينا فريشكوفا. متأكد؟ متأكد. شكرا لك حمود، أخذت إجابتك فالنتينا تريشكوفا. يا ترى صح أو خطأ يا أصدقائي؟ أكيد رح نعرف أنا وياكم مع نهاية الوقت المخصص لهذا السؤال. مين لسه غير حمود رح يعرف الجواب؟ كتبوا اتصالاتكم أصدقائي وشاركوني إجاباتكم. رح أرجع أكرر عليكم اللون البنفسجي. كان بيقول رائدة فضاء سوفيتية متقاعدة تمكنت من الطيران إلى الفضاء الخارجي سنة 1963 ميلادي، وكانت أول امرأة في التاريخ طارت إلى الفضاء والمرأة الوحيدة التي أجرت طيراناً فضائياً منفرداً دون طاقم. من هي رائدة الفضاء السوفيتية الأولى في العالم؟ كتبوا اتصالاتكم يا أصدقائي، شاركوني إجاباتكم لحتى تكونوا من بين الرابحين. يا ترى عنا اتصال أو لا؟ أصدقائي لازم تكونوا كتير متحمسين وتشاركوني لحتى تكون فرصتكم أكبر تدخلوا معنا السحب نهار الخميس. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ لجين. أهلا وسهلا فيك من جديد، خبريني لجين عرفتي الجواب؟ شو؟ فالنتينا تريشكوفا. تريشكوفا. طيب قولي لي كيف عرفتي؟ حدا ساعدك؟ أختي الكبيرة. شكرا لإلها وأكيد شكرا لمشاركتك يا صديقتي لجين. صار عنا أصدقائي حمود ولجين عرفوا الجواب، أنتوا كمان تقدروا تشاركوني من خلال اتصال على الرقم الموجود قدامكم. اتصال جديد ومنقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ فاطمة. أهلا وسهلا فيكي فاطمة من جديد، خبريني شو جوابك؟ فالنتينا تريشكوفا. متأكدة صح؟ إيه. شكرا لك فاطمة، أخذت إجابتك يا صديقتي، إن شاء الله تكون صحيحة وتكوني من بين الرابحين معنا. كتبوا اتصالاتكم يا أصدقائي وشاركوني إجاباتكم. جائزتنا هذا الأسبوع كانت مقدمة من فيرمونت الفجيرة، وهي قضاء يوم كامل لأربع أشخاص بقيمة 1300 درهم. رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي اللون البنفسجي. كان بيقول رائدة فضاء سوفيتية متقاعدة تمكنت من الطيران إلى الفضاء الخارجي سنة 1963 ميلادي، وكانت أول امرأة في التاريخ طارت إلى الفضاء والمرأة الوحيدة التي أجرت طيرانا فضائيا منفردا دون طاقم. من هي رائدة الفضاء السوفيتية الأولى في العالم؟ اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ محمد صالح. أهلا وسهلا فيك محمد، خبرني شو جوابك؟ فالنتينا تريشكوفا. طب إلي كيف عرفت؟ لحالي. برافو عليك، شكرا لك محمد، أخذت إجابتك يا صديقي. يا ترى مين لسه رح يشاركنا؟ أصدقائي كتبوا اتصالاتكم وشاركوني واستغلوا الوقت. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ مآب. أهلا وسهلا فيك من جديد مآب، خبريني شو الجواب؟ فالنتينا تريشكوفا. تريشكوفا صح؟ تريشكوفا. شكرا لك مآب، أخذت إجابتك يا صديقتي، إن شاء الله تكون صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركنا؟ اتصال جديد أصدقائي، نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ هديل. أهلا وسهلا فيك من جديد هديل، خبريني شو جوابك؟
فالنتينا تريشكوفا. طب قولي لي هديل كيف عرفتي؟ لحالي. برافو عليك، شكرا لمشاركتك يا صديقتي هديل. اتصال جديد وبنقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ سلمى عصام. اهلا وسهلا فيكي سلمى، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك؟ فالنتينا تريشكوفا. تريشكوفا. طب قولي لي سلمى، في حدا ساعدك؟ جوجل. جوجل، شكرا لجوجل وشكرا لمشاركتك يا صديقتي سلمى. اتصال جديد ومنقول الو. الو 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 الو. مرحبا، مين معي؟ فاطمة. اهلا وسهلا فيك من جديد يا صديقتي، خبريني شو جوابك؟ فالنتينا تريشكوفا. تريشكوفا صح؟ شكرا لك فاطمة، اخذت اجابتك ان شاء الله تكون صحيحة. اتصال جديد ومنقول الو. الو الو الو. مرحبا، مين معي؟ سليمان الامين. اهلا وسهلا فيك صديقي المجتهد دائما سليمان، خبرني شو جوابك؟ فالنتينا تريشكوفا صح؟ صح. طب قل لي سليمان، مين عم يساعدك؟ اختي ساعدتني، ممكن اخوي شاف؟ اكيد طبعا ممكن. للأسف يا أصدقائي شكرا قطع الخط مع سليمان وكان آخر المشاركين معنا، بدأ العد التنازلي وراح ينتهي الوقت أصدقائي، انتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول من هي رائدة الفضاء السوفيتية الأولى في العالم، والجواب فالنتينا تريشكوفا. ألف مبروك لكل الأصدقاء اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. ولسه ريمبو مخبي معلوماته، رح نقله ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي وأخيرا غير عن اللون البنفسجي ووقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول هو واحد من أقدم المتاحف والمعارض الفنية والبشرية والتاريخية والثقافية في العالم، يقع في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، يحوي على 3 ملايين تحفة فنية، ولهذا المتحف فروع دولية تقع في أمستردام، لندن، لاس فيغاس وإيطاليا، يحمل سجل جينيس لأكبر مجموعة من اللوحات في العالم. ما هو أقدم متحف في العالم ويقع في مدينة سان بطرسبرغ الروسية؟ أصدقائي رح أرجع أكرر عليكم، اللون الأزرق كان بيقول هو واحد من أقدم المتاحف والمعارض الفنية والبشرية والتاريخية والثقافية في العالم، يقع في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، ويحوي على 3 ملايين تحفة فنية، ولهذا المتحف فروع دولية تقع في أمستردام، لندن، لاس فيغاس وإيطاليا، يحمل سجل جينيس لأكبر مجموعة من اللوحات في العالم. ما هو أقدم متحف في العالم ويقع في مدينة سان بطرسبرغ الروسية؟ كتبوا اتصالاتكم أصدقائي وفكروا كتير منيح، وإذا ما كنتوا بتعرفوا المعلومة أكيد تقدروا تطلبوا المساعدة، رح نعرف مين أول أصدقاء المشاركين ونقول ألو. ألو ألو ألو. للأسف أصدقائي شكلهم قطع الخط. صديقي أو صديقتي اللي كنتوا عم تجربوا تتواصلوا معنا أكيد بتقدروا ترجعوا تتصلوا فينا من خلال اتصال على الرقم الموجود قدامكم. فكروا كتير منيح أصدقائي وشاركوني إجاباتكم لحتى تكون عندكم فرصة أكبر تدخلوا معنا السحب نهار الخميس القادم وتكونوا من بين الرابحين. كتبوا اتصالاتكم يا أصدقائي وشاركوني إجاباتكم واستغلوا الوقت لحتى أنا وياكم نقدر نعرف كمان ريمبو شو مخبي لليوم معلومات، وأنا وياكم ونجمة الأسبوع صديقتنا حليمة نعرف مين الرابح. كتبوا اتصالاتكم أصدقائي، رح ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو ألو. مرحبا، مين معي؟ خالد. خالد أهلا وسهلا فيك، كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. خالد خبرني شو جوابك؟ متحف الأرميتاج. الأرميتاج صح؟ صح. شكرا لك خالد، اخذت اجابتك ان شاء الله تكون صحيحه يا صديقي. من لسه غير خالد رح يجاوبنا اصدقائي، كتبوا اتصالاتكم فكروا كثير منيح، ومثل ما خبركم اذا ما كنتوا بتعرفوا الجواب تقدروا تطلبوا المساعده. اتصال جديد ومنقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ حسن. اهلا وسهلا فيك حسن، خبرني شو جوابك؟ هيرميتاج. متأكد؟ أيوة. شكرا لك حسن، أخذت إجابتك إن شاء الله تكون صحيحة يا أصدقائي. شاركونا خالد وحسن وكانت إجاباتهم واحدة، يا ترى صح أو خطأ؟ أكيد رح نعرف مع نهاية الوقت المخصص لهذا السؤال. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ نورة عصام. أهلا وسهلا فيك نورة، خبريني شو جوابك؟ متحف هيرميتاج. الهيرميتاج صح؟ صح. طب قولي لي نورة كيف عرفتي؟
من الجوجل. شكرا للجوجل وشكرا لمشاركتك وحماسك الدائم يا صديقتي. مين لسه رح يعرف الجواب؟ كتبوا اتصالاتكم يا أصدقائي. اليوم أبدا ما سمعت صوت زينب ووعد، وما سمعت صوت صديقتي ميرا ولا حورية. وينكم أصدقائي؟ كتبوا اتصالاتكم وشاركوني إجاباتكم لتكون فرصتكم أكبر تدخلوا معنا السحب نهار الخميس الجاي. اتصال جديد ومنقول ألو. 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 مرحبا. مين معي؟ فاطمة. أهلا وسهلا فيك فاطمة، خبريني شو جوابك؟ هيرميتاج. الهيرميتاج صح؟ صح فاطمة؟ شكرا لك يا صديقتي، اخذت اجابتك ان شاء الله تكون صحيحه. مين لسه من الاصدقاء رح يعرف الجواب؟ كتبوا اتصالاتكم يا اصدقائي واستغلوا الوقت لحتى نعرف شو الجواب الصحيح مع نهايه الوقت المخصص لهذا السؤال. فكروا كثير منيح اصدقائي وشاركوني اجاباتكم لتكون فرصتكم اكبر تدخلوا معنا السحب نهار الخميس القادم. اتصال جديد ومنقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ فاطمة. أهلا وسهلا فيك من جديد فاطمة، خبريني شو جوابك؟ الهيرميتاج. الهيرميتاج صح؟ هي. طب فاطمة قولي لي كيف عرفتي؟ حدا ساعدك؟ بروحي. برافو عليكي فاطمة، شكرا لمشاركتك معنا. يا صديقتي يا ترى إجاباتكم أصدقائي صح أو خطأ؟ أكيد رح نعرف مع نهاية الوقت المخصص لهذا السؤال. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ دانيا. أهلا وسهلا فيك صديقتي من جديد، خبريني شو جوابك؟ الإرميتاج. متأكدة صح؟ متأكدة. شكرا لك دانيا. اتصال جديد ومنقول ألو. 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 مرحبا، مين معي؟ مين؟ ألو. ألو. مين معي؟ لجين. أهلا وسهلا فيك صديقتي، خبريني شو جوابك؟ إرميتاج. شكرا لك لجين، لما تتصلي فينا المرة الجاية اسمعيني من التليفون مو من التلفزيون يا صديقتي مشان أقدر أسمعك بوضوح أكثر. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ هنود. أهلا وسهلا فيك، منين عم تحكينا؟ لبديعة. أهلا وسهلا يا صديقتي، خبريني عرفتي شو الجواب؟ هيرميتاج. طب في حدا ساعدك ولا أنت بتعرفي؟ لا أكيد بروحي. برافو عليك، شكرا لمشاركتك صديقتنا. أكيد لتعرفي إذا جوابك صح أو خطأ لازم تكملي معنا الوقت المخصص لهذا السؤال. واتصال جديد منقول ألو. 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 ألو فاطمة، أهلا وسهلا، خبريني شو جوابك؟ الهيرميتاج. صح؟ شكرا لك فاطمه، اخذت اجابتك يا صديقتي. يا ترى لسه في اتصالات يا اصدقائي؟ اتصال جديد ومنقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ مآب. اهلا وسهلا فيك مآب من جديد، خبريني شو جوابك؟ هيرميتاج. الهيرميتاج صح؟ اه. طب قولي لي مآب كيف عرفتي؟ اختي ساعدتني. شكرا لها وشكرا لمشاركتك يا صديقتي مآب. مين لسه رح يعرف؟ اتصال جديد ومنقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ علي امين. اهلا وسهلا فيك علي، خبرني شو جوابك؟ مكفاح. الهيرميتاج صح؟ مكفاح. صح؟ شكرا لك علي، قدرت اخذ اجابتك بالوقت الاخير. للاسف يا اصدقائي انتهى الوقت، سؤالنا كان بيقول ما هو اقدم متحف في العالم ويقع في مدينه سان بطرسبرغ الروسيه، والجواب متحف الهيرميتاج. الف مبروك لكل الاصدقاء اللي جاوبوا معنا، كل اجاباتكم كانت صحيحه وليمبو لسه مخبي معلومه ومفاجاه لليوم بس بعد هذا البريك. ورجعناكم من جديد أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم، نعرف ريمبو شو مخبي معلومات شو مخبي مفاجآت. أكيد لازم نذكركم أنه كل المطلوب منكم تكتبوا اتصالاتكم وتشاركوني إجاباتكم من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم. فكروا كتير منيح أصدقائي، رح نعرف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي
أصدقائي كمان وقف عند اللون البنفسجي، كتير حابب هاللون شكله اليوم، بس رح نعرف شو مخبي لنا لليوم. اللون البنفسجي بيقول هو أحد العناصر الكيميائية المعدنية الهامة، يحمل رمز Cr، عدده الذري 24، لونه رمادي أو فضي وله بريق معدني. تم اكتشافه في القرن 18 حيث استعمل هذا العنصر في العديد من الاستخدامات والصناعات، ومن أهمها الوقاية من الصدأ والتآكل والحرارة للعديد من المعادن. ما هو العنصر الذي يستخدم للوقاية من الصدأ ورمزه Cr؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، اللون البنفسجي هالمرة كان بيقول هو أحد العناصر الكيميائية المعدنية الهامة الذي يحمل رمز Cr، عدده الذري 24، لونه رمادي أو فضي وله بريق معدني. تم اكتشافه في القرن 18 حيث استعمل هذا العنصر في العديد من الاستخدامات والصناعات، منها الوقاية من الصدأ والتآكل والحرارة للعديد من المعادن. ما هو العنصر الذي يستخدم للوقاية من الصدأ ورمزه Cr؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي، خليني أشوف معلوماتكم الكيميائية قديش قوية. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ كربون. طب مين معي؟ فاطمة. فاطمة أهلا وسهلا. الكربون متأكدة؟ لا لا؟ إيه. طب في خيار تاني؟ ولا بتحبي تتأكدي من معلوماتك؟ إيه. Cr والعدد الذري 24. بتحبي تتأكدي من المعلومة اللي ترجعي تتواصلي معنا؟ ما أعرف. أوكي أوكي، شكرا لمشاركتك صديقتي فاطمة، إن شاء الله تكون معلومتك أكيد وأكيد ترجعي تأكدي لنا إياها وتتواصلي معنا. اتصال جديد ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ حسن. أهلا وسهلا فيك حسن، خبرني شو جوابك؟ الكروم. الكروم متأكد؟ أيوه. شكرا لك حسن، أخذت إجابتك الكروم. أصدقائي صار عنا إجابتين كربون وكروم، يا ترى أي إجابة صحيحة؟ أكيد تقدروا تشاركوني وتتصلوا فينا. اتصال جديد ومنقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ هديل. أهلا وسهلا فيك من جديد هديل، خبريني شو جوابك؟ كروم. متأكدة؟ متأكدة. طب هديل في حدا ساعدك ولا أنت كالعادة عرفتي؟ أنا عرفت. برافو عليك، شكرا لمشاركتك صديقتي هديل. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو. ألو ألو. أهلا أهلا فاطمة، خبريني شو جوابك؟ الكربون. شو؟ الكربون. كربون؟ ايه. متأكدة؟ يعني طيب فاطمة رح أخذ إجابتك، بس أكيد مثل ما بتعرفي إذا كنتي مو كتير متأكدة تقدري تتواصلي معنا. أصدقائي تنوعت الإجابات، صار عنا الكربون والكروم، يا ترى أي إجابة صحيحة؟ أكيد تقدروا تشاركوني وتخبروني إجاباتكم أنتو كمان. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ نورة عصام. أهلا وسهلا فيكي نورة من جديد، خبريني شو جوابك؟ ألو؟ أي نورة شو جوابك؟ الكروم. الكروم صح؟ صح نورة؟ صح. شكرا لك يا صديقتي، أخذت إجابتك الكروم، يا ترى صح أو خطأ؟ اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ جواهر محمد. أهلا وسهلا فيك صديقتي البرنامج، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. جواهر خبريني شو جوابك؟ الكروم. متأكدة؟ ايه. شكرا لمشاركتك صديقتنا جواهر، أخذت إجابتك الكروم، يا ترى صح أو خطأ يا أصدقائي؟ اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. أهلا وسهلا دانيا، خبريني شو جوابك؟ الكروم. متأكدة؟ متأكدة. شكرا لمشاركتك صديقتي دانيا. أصدقائي كتبوا اتصالاتكم وشاركوني إجاباتكم قبل ما ينتهي الوقت المخصص لهذا السؤال، لحتى أنا وياكم نقدر نعرف ما هو العنصر الذي يستخدم للوقاية من الصدأ ورمزه Cr. فكروا كتير منيح يا أصدقائي وشاركوني لحتى تكون عندكم فرصة أكبر تدخلوا معنا السحب نهار الخميس القادم وتكونوا من بين الرابحين. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ فاطمة. أهلا وسهلا فيك من جديد فاطمة، خبريني شو جوابك؟ كروم. متأكدة؟ إيه. شكرا لمشاركتك فاطمة، أخذت إجابتك الكروم، يا ترى يا أصدقاء الإجابات صح أو خطأ؟ أكيد رح نعرف مع نهاية الوقت المخصص لهذا السؤال. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟
فاطمة. أهلا وسهلا فيك فاطمة، خبريني شو جوابك؟ كروم. متأكدة؟ هي. شكرا لك فاطمة، أخذت إجابتك. أصدقائي كتبوا اتصالاتكم قبل ما يخلص الوقت المخصص لهذا السؤال. اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو. أهلا أهلا فاطمة، خبريني عرفتي الجواب؟ أيوة الكروم. شو؟ متأكدة هالمرة؟ متأكدة هالمرة. عادي أفتجي تشارك؟ أكيد طبعا عادي. ألو. مرحبا، مين معي؟ مريم. أهلا وسهلا فيكي مريم، خبريني شو جوابك؟ الكروم. متأكدة؟ متأكدة. طيب قولي لي فاطمة ساعدتك ولا أنت عرفتي؟ فاطمة. شكرا لك أنا لفاطمة وشكرا لمشاركتك صديقتنا مريم، نتمنى تكوني صديقتنا الدائمة. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ محمد صالح. أهلا وسهلا فيك يا صديقي، خبرني شو جوابك؟ الكروم. متأكد؟ متأكد. شكرا لك محمد، يا ترى مين لسه من الأصدقاء رح يعرف الجواب؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وشاركوني إجاباتكم. للأسف بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال ورح ينتهي الوقت، صديقنا محمد كان آخر المشاركين معنا لليوم، انتهى الوقت يا أصدقائي. سؤالنا كان بيقول ما هو العنصر الذي يستخدم للوقاية من الصدأ ورمزه CR والجواب الكروم. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، أغلب إجاباتكم كانت صحيحة. أنا وريمبو رح نطلع بريك وراجعين بعد البريك لحتى أنا وريمبو حليمة نعرف مين الرابح. لكم من جديد أصدقائي لحتى أنا وياكم وريمبو نجمة الأسبوع حليمة نعرف مين الرابح. أهلا وسهلا فيكي معنا، نورتينا لليوم. طبعا أصدقائي حليمة ربحت هدية مقدمة من فيرمة الفجيرة وهي قضاء يوم كامل لأربع أشخاص بقيمة 1300 درهم، والهدية نفسها رح تكون من نصيب الرابح مكتوب اسمه هنيك. هلا رح نعرف مين الرابح، تفضلي. فينا نحرك الأوراق. كفو. بكفي. خبريني أي لون رح تسحبي؟ الأبيض. يلا أوكي، اسحبي اللون الأبيض. تفضلي. ساعدك. تفضلي. يا ترى مين رح يكون الرابح يا أصدقائي؟ خبرينا شو الاسم؟ ساجي يوسف. ساجي يوسف من الفجيرة، ألف ألف مبروك صديقنا ساجي، أنت كنت الرابح معنا لهذا الأسبوع، ربحت هدية مقدمة من فيرمان في الفجيرة. أصدقائي لا تنسوا تشوفونا نهار الأحد الساعة 5 على قناة الفجيرة. هلا صرت لكم، باي باي.